فأنا اللي أريد أرسله من خلالكم اليوم هو أن أرجو من كل مواطن وكل مقيم عندنا، خاصة في فترة العيد القادم وخاصة في ما بقى من رمضان، أن نحافظ على أنفسنا، نحافظ على أهلنا، نحافظ على شفاتنا، نحافظ على عيالنا، على عاداتنا وتقاليدنا في العيد. اليوم التقنية بحد ذاتها أعطتنا القدرة أن نحن نتواصل مع البعيد والقريب، فخلونا نتواصل ونهني ونعايد بأهلنا ومحبينا عن طريق التقنية الحديثة. ما نريد هذه الإصابات تزيد عندنا، ما نريد هاي الإصابات ترتفع عندنا، لأن كل واحد ينصاب عندنا له تأثير على آخرين، وهذه الأرقام تضر كل واحد منا بشكل مباشر غير مباشر. نحن نريد نحافظ على أرقامنا أنها تبدأ تبشرنا في نزول، وهي بدأت شوية تبشر في الخير، لكن في رمضان تغيرت الحالة هاي شوي. فاللي أطلبه من مقيم مواطن، أرجو في فترة آخر أسبوع من رمضان وفي فترة العيد نبقى وين ما نحن، خاصة للناس اللي حطيتهم في ثلاث حالات، الكبار والصغار جدا وأصحاب الحالات الخاصة. أدري أنها صعبة شوي، لكن بالنسبة لنا لحفاظ على الأرواح، بالنسبة لنا لحفاظ على غالية، فما نبى نخرب ما قمنا به في فترة الأشهر اللي فاتت بغلطة بسيطة تكلفنا كثير. أريد أختم وأقول أن إن شاء الله أن عيدنا عيد الفطر الجاي، مش هذا الجاي، إن شاء الله بحيل الله نعيد ويعيد عليكم جميع بعز وفرح وصحة وأنتم بخير وبلادنا بخير وجيراننا بخير والعالم اللي فيه نحن نعيش من ضمنه بخير. قولوا آمين.